حتى لو عليك ورحمة الله وبركاته. اسم منين مفتوح المصدر يعني، الراجل بعد ما صممه حطه على النت وقال يا اخوانا اللي عايز ياخد التصميم ده يكرره، هو عايز يعدل فيه، عايز يتعلم منه يعدل منه براحته خالص. داونلود بتحمل الملف اهو، تطلع لك الملفات اهيت، تقدر تفتح موجودة اوتوكاد وموجودة بي دي اف، ممكن تشرح منه، ممكن تاخد نفس التصميم تعدل عليه، ممكن تبني منه، مفيش اي مشكلة خالص، مفيش فوق طابع وحاجات ديت. كل التفاصيل اللي موجوده.